ومواكبه لنهار اليوم تخص وضعيه الجلوس عند الناس الكبار في العمل في البيت. غادي نعرفوا شنو هي الطريقه الصحيحه باش نحافظوا على الصحه ديالنا وعلى القوام ديالنا. سعاد هاشمي السلام عليكم. وعليكم السلام لاله سميره. الوغ اليوم غنعاود نوضح هذه المساله ديال الجلوس خصوصا بالنسبه للناس اللي في الخدمه اللي غيجلسوا مده طويله ديزور اي ديزور هما في وضعيه الجلوس للعمل وحتى في البيت، كيفاش خصنا نجلسوا باش نحافظوا على المنحنيات الطبيعيه ديال الظهر ديالنا، لان وضعيه الجلوس حد ذاتها سميره راه ما كتحترمش الانحناء الطبيعي ديالنا في الظهر. دونك خصنا نحاولوا نديروا سكون ابي لا بوزيسيون ايرغونوميك، لا بوزيسيون دو مويندر دو كونترينت، باش نكونوا في واحد الوضعيه اللي شويه قريبه للانحناءات الطبيعيه ديال الظهر. واخا اللي فهمت معك يعني ان الجلوس هي الطريقه ليست طبيعيه للجسم. الجلوس وخصوصا ملي كتكون الى قوسنا ظهرنا جلسنا بواحد الطريقه بحال لا بوزيسيون اللي كنهضر عليها ديما ديال الراس لقدام والكتف مقوسين كنسميوها لا بوزيسيون دو جيراف، صافي داك التقويصات الطبيعيين ديال الظهر ديالنا تيخرجوا علينا ما تيبقاوش مقادين ما كيبقاوش فيزيولوجيين، وهذا هو اللي كيعطينا الالام والتشنجات من بعد. وعلى عاد حنا غنهضروا على الناس اللي وضعيه الجلوس راه هي الخدمه ديالهم راهم تمنيت سوايع هما جالسين هكاك. دونك غنبداو اكزاكتو. وسميره حاجه اخرى، انا جبت هذه الكراسه بجوج باش نعطي جوج الاشكال ديال الكراسه اللي كنستعملوهم في العمل ديالنا. الوغ هذه الكرسي مهم ياك سعاد؟ اكيد هضرنا شفنا شحال مره كيفاش الكرسي خصو يكون ماشي عنده يعني واحد لي شوز اساسيين باش من نختاره يكون دور فيه مهم. دور مهم يكون شيز ارغونوميك، سكون ابل اون شيز ارغونوميك اللي بحال هذه كتجاوب هذه الامور اللي محتاجينها. الوغ لا نهضر على لا بوزيسيون او ميم طو هذا الكرسي كيفاش كيعاون ان هذيك لا بوزيسيون ديالنا تكون مريحه وتكون صحيحه خصوصا يا سميره. الوغ ملي غادي نجلس انا قدامي البيرو اكيد، وشحال من مره شرت وهدرت ان البيرو خصو يكون بيان سور الطول ديالو مناسب مع الجلسه ديالي، اي بحيث انني فاش نحط يدي فوق البيرو ليبول ديالي ما يكون لا طالع الفوق بزاف لا تحت بزاف، ولو كود ديالي يكون 90 درجه. دونك هذا هو البيرو. هادشي فهمنا معاك. اكيد. الوغ بالنسبه للكرسي فاش نجلس خصني لي فيس ديالي ندخلهم مزيان لور، نعمر كما كنقولوا الكرسي. وعلاش هذا الكرسي مزيان؟ لان عنده هاد التقويصه هادي، حنا شحال من مره هذيك الدخله هادي كتسالي فوالا، حنا وكيمكن لينا اننا هاد الدخله هادي مثلا اننا ها هي نتحكموا فيها نزيدوا نغرقوا على حساب بيان سور لا مورفولوجي ديال كل واحد فينا، على حساب الغرق اللي عندنا حنا في ظهرنا. الغرق اللي عندنا اكزاكتومون، لان هاد الغرق كل ما عمر كل ما ديك العضلات كترتاح ما كتبقاش مضطره انها تبقى متشنجه باش تشد التوازن، وبالتالي هادشي ما كيعطيناش الم في اسفل الظهر اللي كيعانيو منه اغلبيه الناس في هذا الوقت هذا. حاجه اخرى اساسيه، الجلسه ديالي سميره عندنا حنا سكون نابي في الخدمه جوج اون ديكورتيك لا بوزيسيون، كاينه لا بوزيسيون ديكوت اي لا بوزيسيون دو ترافاي. نشرح شنو هي لا بوزيسيون ديال كوت، هي من تنكون كنسمع اولا كنشوف شي حاجه اولا انا في الاجتماع يعني ما خدامش فوق البيرو ديالي. لا بوزيسيون ديال كوت كيفاش خصها تكون؟ عندنا حنا ديما هاد لونغل ما بين اسفل الظهر والورك ديالنا، نطلع هادي هاد لونغل هذا على الاقل يكون 90 درجه، وافضل انه يكون فايت 90 درجه 100 درجه مثلا، بحيث انني من نكون في وضعيه لا بوزيسيون ديال كوت تنكون حاط ظهري كامل على لو دوسي، وكتكون هاد لونغل هذا محلول اللور، الزاويه هذيك تكون محلوله، هاد الزاويه تكون محلوله اللور، يعني هاد لودوسي شويه من هنا من التحت يكون محلول شي شويه اللور، فبالتالي هادي كيفاش خاصهم يكونوا حس غالبا تندير رجل فوق رجل. حنا غنمشيو لكل حاجه، حنا هضرنا على هاد لابوزيسيون اللي هي اللي مهمه، ونكونوا حاطين ظهرنا كامل على لودوسي، وهذا ايضا غنعاود نشري هاد الكرسي عنده هادي ريبوز نيك، يعني انني كيمكن ليا نحط العنق ديالي ونرتاح وانا في ريونيون باش حتى العضلات الرقبه الا بقاو في الخوا كيتشنجوا كيوليو يعطيونا الام. دونك رجلين ديالي خصني نحط رجليا سيدي عندك طابوغي ياك سعاد ياك اكيد هذا تشنج تام من البدايه. غنعطي لا بوزيسيون جلسة على طابوغيتي الا جبت هذا الكرسي تا هو سميره. الرجلين كيفاش خصهم يكونوا؟ رجليا خصهم يكونوا محطوطين ابلا على لو سول، اولا الا قدرت ندير اون بوتيت مارش ونهز عليها رجليا باش ناكتيفي لا سيركولاسيون دو روتور، هذه الاولى. ثاني حاجه رجليا تكون محطوطه بواحد الطريقه ديال تقريبا عندك واحد 90 درجه هنا ما بين المولي وما بين لي كويس ديالي، وهنا ما تكونش ما يكونش كرسي لاصق في الكروبو بليتي باش ما يزير ليش الدوره التمويه، على الاقل يكون واحد دو ا تخوا دوا ديال الخوا ما بين الكرسي وما بين لو كروبو بليتي. دونك هذا هو الاساسي، ولا كانوا فيه بيان سور لي زاكودوار مهمين باش فاش كنكون جالس بوزيسيون ديكوت كنحط يديا كنحط المرافق ديالي على لي زاكودوار، يعني تنريح كل عضلات ديال الجسم. هاد لا بوزيسيون ملي شي غير الفرق كرسي فيه لاكودوار وكرسي ما فيهش، ملي كنحط هاد اليدي هنا وكنكون مرخي كنريح لا سانتور سكابولير ولو كود. وعندنا واحد جوج لي باثولوجي سميره اللي كيجيونا هنا في لو كود ديالنا في الكتف ديالنا، بالناس اللي كيجلسوا في كرسي بزاف ما عندوش الكودوار كيبقى الكتف ديالهم طايح ومتشنج، كل حاجه
عندها دور ديالها ايفيتي مشكل صحي كبير، ماشي زعما شي حاجه اشياء بسيطه اللي تتبان لنا بسيطه واشياء اللي نقدروا نصلحوها في لمحه البصر، نصلحوها وغتفيدي لنا مشكل مرضي اللي غنبقاو نعانيو منه حياتنا كامله. واضح. غنرجع لا بوزيسيون دو ترافاي، اللي في لا بوزيسيون دو ترافاي ما يمكنش نبقى جالسه، ضروري انني كنمشي لقدام، يعني غنخدم فوق لا طابل ديالي. هنا حاجه اللي غناكد عليها، نحاول ما امكنني نبقى في لو فون وتبقى هذه المنطقه اللي قلت هنايا متكيشي شويه، هذا الشيء علاش يمكن ليا نخدم هذه ونزيد ندفع هذا نخرجه باش يزيد يعمر لي ديك الغرقه، لانني انا غنجي غنتانكلينا لقدام، غنميل لقدام باش نخدم. اساسي في هذا الشيء سمير انني ملي غنميل لقدام فاش نخدم فوق الطبله ديالي، نحاول ما امكنني كنميل اون بلوك، يعني ما كنقوش الظهر ديالي بحال هكا، كاين اللي غير تيحني اون فيت ماشي تيميل اون بلوك، كنحني اون بلوك معنيتها يعني ما كنقوش عنقي مع راسي مع عنقي مع لا كولون فيرتيبرال ديالي، كيمشيو كلهم هكا وكيرجعوا كلهم هكا ما كيتقوسوش هكا. واضح. هكا دونك غنميل اون بلوك بحال هكا. اكيد الا كان هذا الكرسي كيمكن له بحال دابا هذا، ملي زدت انا شويه لقدام بركت عليه هبط شي شويه باش نحل هذا لونجل، انا ديما كنرجع نقول هذا لونجل خصو يكون محلول حتى في 90 درجه، فاش كنت جالس كنسمع كنحلو اللور، فاش غادي نخدم غنحلو لتحت نزيد واحد 5 دوغري، هذا الكرسي هو تيهبط لتحت وكيزيد يزيدني واحد 5 درجات باش دائما هذيك لا لوغ دوز كتولي لا دي لوغ دوز، يعني هاد التقويسه هادي كترخى ما كتبقاش متشنجه، وهذا هو السبب الرئيسي في الام ديال الظهر اسفل الظهر الناس اللي كيعانيو منه في هذا الوقت هذا. دونك انا عطيت لي ديفيرونس ما بين لي دو بوزيسيون، غنشير غير لهذا الكرسي لان بزاف الناس يخدموا في ان شيز ستيل طابوغي اللي تيكونوا كيخدموا في لي كونطوار، ودابا بزاف الناس في لي بيرو ولاو كيديروا صباحيه دوزام ليسباس اوفير ولاو تيعتمدوا هاد لي شيز بحال هكا، الوغ اللي تيخدم في كونطوار كيفاش غادي يجلس في لا شيز؟ يحاول يدخل لي فاس شي شويه الماكسيموم، لي كويس ديالي اكثر ما يمكن نص او اكثر من نص، لانني انا كنكون هكا في لا شيز كونطوار، ورجليا العلو خصو يكون كيتقاد في العلو باش داك العلو يتادابت ليا مع رجليا تكون محطوطه في الارض داكو، اولا كاع الا بغيت عالية عليك جبال ديال لا رجليا محطوطه مزيان دابا محطوطه في الارض، اولا باش الا بغيت نبدل لا بوزيسيون ديال رجليا وضروني غنشد وحده كنحطها بحال هكا، وحده كنجيبها لقدام باش نشد التوازن، باش داك الضغوطات اللي كتهبط على العمود الفقري تفرق ليا على لي كويس ديالي وتهبط ليا حتى الارض، ما تبقاش محطوطه على العمود الفقري وتعطيني الحريق. دونك غندير هاد لا بوزيسيون هادي، اولا غندير اون فونت، ولا فونت هضرت عليها شحال من مره بانني ملي كنوقف وكنبغي نشد التوازن ونقص توترات على العمود الفقري كندير اون فونت باش كنفرق لو بوا، كنفرقوا على ظهري وعلى رجليا بجوج، ما كيبقاش غير بلاصه وحده وبالتالي يعطيني الم. دونك كندير هاد لا بوزيسيون اون فونت، واكيد انني ديما الظهر يبقى مستقيم، نمشي اون بلوك ما نديرش بحال هكا، ونحاول ان الراس ديالي يبقى مستقيم مع الظهر ديالي، كيمكن لي نميلو لقدام بواحد 5 دوغري با بلوس. الله يعطيك الصحه سعاد هاشمي، تنتعلموا كثير معاك اشياء، هذا هو السهل الممتنع، اشياء تتبان بسيطه وبوف تدوز مع النهار، لكن اشياء اللي تتحسم في الصحه ديالنا، تتحسم سميرة تتحسم في الصحه ديالنا وفي القوام ديالنا وفي الالم اللي ممكن تنتج عليها. شكرا لك سعاد هاشمي، نتلاقاو الاسبوع المقبل.